بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. المرة اللي فاتت ربما نكون اتكلمنا بشكل بسيط وسريع شوية عن موضوع البوستس في الجزء الأول، واتكلمنا فيها عن البانل اللي كانت خاصة بالأول بوستس، وشرحنا شوية تفاصيل كانت خاصة بالجانب ده والسكرين أوبشنز اللي ممكن نظهرها وغيرها من اللغات المختلفة في الجانب ده. المرة دي راح نستهدف بالحديث على وجه التحديد نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية إزاي أنا أبتدي أعمل نيو بوست، وعلشان أعمل نيو بوست أو تدوينة جديدة ممكن بطرق مختلفة، من ضمنهم مثلا أني أضغط على أد نيو، أور مني أضغط على أد نيو لو أنا كنت فاتح أول بوست، أور من قائمة نيو ممكن أختار بوست. المهم كل الطرق تؤدي إلى روما. طيب أنا لو ضغطت على أد نيو هيبتدي يستدعي لي ويزارد، أأمل إنه يعني الواجهة دي تكون موجودة في بالك لأن أنت راح تتعرض لها كتير جدا 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 في التعامل مع ووردبريس. طيب ماشي، بيقول لك ابتدي اكتب لي التايتل، والتايتل ده يا جماعة هو اللي راح يظهر في شريط العنوان، وبعدين البوكس بتاع الايديتنج وشوية بانلز على ناحية اليمين. وطبعا الشاشة ديت مش ثابتة وبتختلف باختلاف السيمز، واحنا عارفين كويس خالص ان اي كنترول في اي عنصر من عناصر الشاشة دايركتلي، ما تنسى ان عندك حاجة فوق اسمها سكرين اوبشنز، لكن احنا مش راح نستهدف في حلقة اليوم الحديث عن سكرين اوبشنز، لا لا، احنا راح نتكلم عن ايه؟ عن نقطتين اساسيتين. النقطة الاولانية ازاي اعمل بوست، وده اللي احنا تعرضنا بوست جديد وده اللي احنا تعرضنا له دلوقتي. تمام كده؟ جميل. بس جاست اكتب الاسم، حط الكونتنت، ضيف الميديا، اعمل ببلش، الامور راح تمشي بشكل كويس. طيب النقطة الثانية ازاي نعمل مونتاج اور ايديتنج على بوست اوريدي كان موجود. طيب بمنتهى البساطة انا لو عملت هوفر على البوست، اي بوست هلاقي حاجتين او هلاقي مجموعة من الحاجات، من ضمنهم فيو، واتكلمنا عنها انها بتعمل فيو للبوست، والترش بتحاول توديه للبوكس بتاع السلة. خليني بشكل سريع يعني مثلا لو انا ضغطت على كلمة ترش علشان احاول احذف البوست بتاعي هلاقي بيقول لي والله ديت وان بوست موفد تو ترش، وجايب لي هنت فوق، فمش هلاقي طبعا اي بوستات موجوده، هلاقي بس كلمه اول وهلاقي في ترش فيها واحد. انت فهمت كده ووردبريس بيشتغل ازاي؟ يعني اللي ترش ما كانتش موجوده غير لما حضرتك تودي لترش، زي اللي درافت ما كانتش موجوده، الفلتر بتاع الدرافت اللي درافتس ده ما كانش موجود غير لما يكون في فولدر او في بوست انت اوريدي حذفته. طب انا عايز ارجع الحاجه من الترش، بمنتهى البساطه هضغط على الترش، اعمل كنترول عليها، وفي الباج هلاقي ريستور عشان يرجع اور ديليت بيرمننتلي، مش عايزه احذفه بشكل تلقائي. طيب اوكي اسف حذفه بشكل دايم، خلوني طيب ارجعه واعمل له ريستور، وكل اللي انت محتاجه انك تضغط ابلاي، واللي طرش سهل ممكن ترد حسب الفلتر، او ممكن امبتي لو عايز تفضي الترش كلها. طيب خلينا نرجعه، هعمل ابلاي كده مش هلاقي في بانل اسمها الترش، هلاقي في بانل اسمها اول، ادي في الفلاتر اول، وفي ببلش لاني انا عملت ببلش للبوست. تمام كده، وانا موجود دلوقتي فين؟ في الترش، فعشان كده بيقول لي ما فيش حاجه موجوده، حتى هو في البوست ستاتيوس بتقول لي الترش. طيب رجعني بقى للببلش او الاور، هم كده كده الاثنين هيكونوا موجودين دلوقتي بشكل طبيعي، الاثنين واحد، لاني انا اساسا عملت ببلش البوست بتاعي، البوست اللي انا اساسا كنت حذفته في الترش وبعدين رحت مرجع، فلما هيرجع كانه منشور. طيب جميل، ده بالنسبة للترش والفيو. عندي فرق ما بين حاجتين مهمين انك ترجع عارفهم دلوقتي، حاجة اسمها اللي كويك اديت واللي واقف هوفر عليها، وحاجة اسمها اديت. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الكويك اديت ده طول جدا قوية جدا جميلة، بتديني فيتشرز جدا انت بتكون محتاجها وبتوفر عليك حاجات كتير. طيب خلونا نفتحها كده، بمجرد ما انك تضغط كويك اديت بيظهر لك الوزارد بتاع الكويك اديتنج. طيب في ايه؟ في يا جماعة تلات اجزاء اساسيين، اولهم الكويك اديت، وبيقول لي بص انت ممكن تعمل كويك اديتنج بشكل سريع على التايتل بتاع التدوينه، ها يعني انت ممكن تغير العنوان. طيب النقطه الثانيه انت ممكن تكنترول على السلج، والسلج ده اسمه يعني الترجمه الحرفيه بتاعته اسمه العنوان اللطيف، يعني ايه اللي انا عايزك تفتكره بشكل اساسي لما تسمع كلمه سلج؟ العنوان اللي هيظهر في شريط العنوان لما سيادتك تعمل فيو للبوست.
ايه الفكره؟ يعني انا عملت فيو، انا دلوقتي موجود في الصفحه بتاعت التدوينه الاولى، بص على شريط العنوان بتاعي هلاقي فيه مكتوب التدوينه رقم واحد. ليه بقى؟ لاني انا اسمي العنوان ده كان التدوينه رقم واحد، يعني مش عايز اقول لحسن الحظ او لسوء الحظ، لكن السلج بيتولد بشكل تلقائي من التايتل بتاعك. يعني لو انت ما عملتش كنترول في السلج هو هياخد العنوان اللي موجود في التدوينه، تمام كده؟ دي جانب مهم انك تفهمه دلوقتي. ها، ومهم ليه؟ لانك انت ان شاء الله باذن الله في المستقبل هيهمك كويس خالص انك تركز على موضوع السلج واللي بيظهر في شريط العنوان في السيو، في السيرش انجن اوبتمايزيشن، لما تحب تزود الرانكينج بتاع الموقع بتاعك وزياراته والناس تكون موجوده في اماكن مختلفه تيجي تدخل عليك والكلام ده. فواحده من ضمن الرولز المهمه جدا العنوان يا جماعه. ده جانب، ده بالنسبه للسلج. الجانب الثاني كان في الديت. الديت ده موضوع راح نقف عليه خلال لحظات ان شاء الله باذن الله. اقصد بيها التاريخ اللي اتنشر فيه. النقطه الثانيه الباسورد، وده عنوان هنتكلم عنه خلال لحظات ان شاء الله. طيب الجانب الثاني كان بالكاتيجوريز. البوست ده تبع عنه تصنيفه، ومش راح نحكي في الكاتيجوريز والتاجز دلوقتي. التاجز ده مشوار ثاني، الاو كومنتنج والاو بينجز، الكلام ده راح نحكي فيه خلال لحظات. لكن القصد ده البانل اللي انا عايز حضرتك تفهمه انه بيديلك فيتشرز كتيره بدل ما تعمل ايه؟ تكنسل طبعا وتروح داخل على الايديت. في الايديت بقى الوضع مختلف. يعني ايه؟ الكويك ايديت يا جماعه الوزارد اللي فات ما كانش بيعمل ريلود للصفحه بالكامل زي ما حصل دلوقتي. لا، الكويك ايديت كان ايجاكس كان رائع وندرفول بتاعه ان هو بيدي لك الفيتشرز وانت موجود في نفس الصفحه، وده امر يهمك لو انت كنت من الناس اللي خطواتها يعني قليله على الويب، او يعني اقصد ما بتحبش تضيع وقت. لكن في الكويك ايديت انت بيفتح لك كل البانلز بتاعت كل حاجه في اي حاجه انت عايز تعدلها، وبما فيهم البيرمالينك. كمان من شويه كنا بنقول عليه السلج، وساعتها انت ممكن تعمل اديتنج للعنوان ده علشان تكتبه زي ما انت عايز. ها ده الفرق يا جماعه. وبقولها تاني اهو، انت لو ما حطيتش عنوان في البيرمالينك هيتولد من ايه يا جماعه؟ من العنوان بتاع التدوين. ده امر مهم جدا. خلوني نكنسل وبنقف بشكل اساسي. انا مش راح احكي في اي حاجه دلوقتي في البانل ده غير بس في الصندوق بتاع الببلش. طيب الصندوق بتاع الببلش ده في ايه؟ اول نقطه بيكون في بريفيو للتشينجز. انا عايز اشوف ايه اللي انا هبته، ايه اللي انا عملته. يعني كانك بتاخد الكلام ده وبتعمله بريفيو، او كانك بتضغط كليك يمين يعني بتحاول تشوف التعديلات اللي انت عملتها على الكلام ده. ده اول جانب. الجانب الثاني الاستاتيوس. ركز معايا بالله. الاستاتيوس عندك حاجه من كام حاجه، من ثلاث حاجات اساسيين. ركز بالله. النقطة الأولانية published البوستس ده اتنشرت، يعني already منشورة على الويب خلاص. الجانب الثاني pending review. pending review يعني البوست ده محتاج انه يتراجع من صلاحيات أعلى علشان يتعمل له publish. ها طيب أنا عايزك تاخد الكونتنت ده كنقطة أساسية عشان هنحاول نربطه في إضافة الأشخاص واليوزرز علشان تعرف إن ووردبريس بيشتغل بنظام إدارة صلاحيات، فمش كل الناس تاخد كل الصلاحيات. نقطة من أول السطر، مش أي حد ممكن يعمل نيو أرتكل أو يعمل نيو بوست، أو لا لا، ممكن يعمل نيو بوست بس ما يقدرش يعمله ببلش غير لما يتراجع، تمام كده؟ ممتاز. نقطة من أول السطر، الموضوع مربوط بصلاحيات المستخدمين، كونتريبيوتورز وفيزيتور عاديين وأدمنستريتورز ليهم صلاحيات مختلفة وريدرز والقصة دي. طيب الجانب الثالث كدرافت. درافت ده مسودة، أنت كنت بتكتب جالك تليفون مش هينفع تنشره بالشكل ده، لكن ممكن تحفظه كدرافت. فهمني انت دلوقتي، تمام كده؟ جميل. جاست بس اعمل اللي انت عايزه واختار الحاله دي واعمل اوكي. ممتاز، جميل. الجانب الثاني فيزابيليتي. فيزابيليتي الوزارد ده قوي جدا جدا جدا، وعايزك تاخد بالك من ايه؟ طيب من ثلاث حالات اساسيين لعرض الكونتنت في ووردبريس. البانل دي خاصه بالببلش، ازاي تظهر الكونتنت.
او انا مبابليك. بابليك ده معنى ايه؟ معنى اني اي حد ممكن يشوف الكونتنت، سواء كان عمل ريجستريشن على على الموقع، او مدونه على الكونتنت مانجمنت سيستم تبعي، او مش عامل ريجستريشن. بابليك المحتوى ده منشور للعام. حلو الكلام. طيب اوكي، لا انا مش عايز كده، انا عايز برايفت. طيب ايه الفرق ما بين بابليك وبرايفت؟ سنس اوف ايه، لما انت بتحط الكونتنت ده برايفت، فالكونتنت اللي موجود في المدونه او في الموقع الشخصي او في الموقع ديت مش راح يظهر غير للناس اللي عامله ريجستريشن عندك، وده ممكن يكون مطلوب او ممكن يكون يهمك علشان الناس تعمل ريجستريشن في المدونه بتاعتك، فبالتالي تاخد مجموعه من الصلاحيات واللي من ضمنها النشره الاخباريه ويوصل لهم الفيدز بتاع الار اس اس بتوعك، ومن ضمنهم انت تبقى عارف الشرايح اللي بتعمل فيزيتنج على الموقع بتاعك، وتقدر تحدد نقط مختلفه. ده جانب مهم ربما ناس بتشوفه، ده الفرق ما بين برايفت وبابليك. طيب ارجع لبابليك تاني علشان اقول في كونتنت في ستيك ذس بوست تو ذا فرونت بيج، ودي نقطه ربما بتكون نقطه اهميه عند بعض الناس. ستيك معناها ايه؟ ثبت لي البوست دي. يعني انت عارف يعني كل ما تروح للبيج اللي فيها هتلاقي البوست ده ستيك، يعني زي نص تلميحي، شرايط اخبار، حاجه ستيكي، حاجه ثابته دايما كده. إيه التدوينات طبعا ليها صفحه فيها تدوينات كتير، بس التدوينه دي ستيكي متعلقه دايما فوق، هي هتبان بس مع وجود اكتر من تدوينه. الجانب التالت كان باسورد بروتكتد، وساعتها ده نمط قوي وفيتشر جدا جميله، محدش هيقدر ياكسس على الكونتنت ده غير الناس اللي معاها الباسورد. غير الناس اللي معاها الباسورد، والامر يرجع لك في النهايه. طيب خلوني اخلي البوست بتاعي بابليك، انا لحاجه في نفسي يا كوب، واخليه ستيكي واقول له اوكي. الجانب التاني كان خاص بالريفيجنز. ويرتشف كوبا من الشاي وهو بيقول لك الريفيجنز واحده من ضمن اقوى الفيتشرز اللي موجوده في وورد بريس از كونتنت مانجمنت سيستم، جنبينها رقم 2. خليني اعمل براوز واقول لك بص بقى الروعه في وورد بريس، انه بيحاول يعمل تراكنج على التشنجز اللي انت بتعملها في الكونتنت بتاعك حتى وانت مش واخد بالك. يعني بص بقى، انا عملت تعديل في التايتل، في العنوان بتاعي كانت تدوينه رقم 1، العنوان ما اتغيرش، وبعدين الكونتنت كان فاضي وبيجي فيه مش عارف ايه، تمام كده. دي اخر حاجه اسمها ايه؟ اسمها current revisions، تم التعديل بالادمن من 8 ساعات فاتوا. امسك البار ده وارجع لورا شويه، هتلاقي ان التايتل، ان كل اللي حصل ان ايه، ما كانش التايتل كان فاضي ورحت انا كاتب فيه حاجه معينه. انا لو عايز اعمل ريستور للمحتوى ده هيروح يعمل ايه؟ يرجعني للريفيجن دي. انت فاهم يعني ايه؟ هيفضي لي الكونتنت ويرجع لي العنوان للعنوان الاساسي الاولاني. يعني ايه اللي انت عايز تقوله؟ اقصد لا اراديا وانت بتكتب في الكونتنت بتاعك، وورد بريس بيعمل تراكنج عليك وبيحاول يخزن مجموعه من الريفيجنز، فربما لو انت كنت نسيت او ما حفظتش، حتى لو درافت او ما عملتش حفظ كبابلش، وورد بريس اوتوماتيك بيحاول يخزن لك الجانب ده في ريفيجنز، وبيقول لك الكونتنت ده اتعمله ريفيجن مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فانت ممكن في اي لحظه من اللحظات تعمل ريستور 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 وما شابه. طيب اوكي، الجانب اللي جاي كان خاص بالبابلشنج. طيب هو بيقول لي بص دي اتبلشت، ديت اتنشرت في مش عارف كام الساعه 22:29 ات وجون، انا عايز اعمل ايديت. ايديت، فاكر انت القصه دي؟ ساعتها هنا انت ممكن تعمل سكادجول، ها عارف يعني تنشر مقدمه. يعني ايه؟ يعني البوست ده انا مش عايزه يتنشر دلوقتي، انا عايزه يتنشر بعد اسبوع. حدد حبيبي وقت وتاريخ وزمن وثواني هو راح ينشر لك البوست، زي في الوقت اللي انت محدده على وجه التحديد. هذا عنصر من عناصر القوة في ووردبريس. الجانب اللي جاي انت بتحاول تعمل ابديت. طبعا انا عملت مجموعة من التعديلات، جاست بس اعمل ابديت. لو انت عايز تخلص الكلام بتاعك اعمل ابديت، هتلاقي ووردبريس يخزن لك الكلام ده في الداتابيز، وبعد ما يخزن الكلام تبعك في الداتابيز هيقول لك تمام ابديتد والامور زي الفل وتمام، ونفس الفكرة اهو بوست ابديتد، ويدي لك رص اللي هو بيقول لك فيو بوست اللي هو زي بريفيو للتشينز. والنص الاخير كان موف تو ترش، لو انت عايز تحذف التدوينه زي من بره اول بوست وتعملها موف تو ترش. انا عارف اني طولت اليوم، لكن أمل إن الحلقة تكون عن فايدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.